السلام عليكم متابعينا على مسار 5005. بعد التقارير الصحفية عن نية رجل الأعمال المصري لطفي منصور تقديم عرض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، نقدم لكم أهم مصريين تملكوا أندية في أوروبا. البداية مع رجل الأعمال المصري نصيف سويرس الذي استحوذ مع شريكه الأمريكي على 55% من أسهم نادي أستون فيلا الإنجليزي، وساهم بعودته للدوري الإنجليزي الممتاز الذي متعاقد الآن مع اللاعب المصري تريزيجيه ولعب له في السابق أحمد محمدي. أما رجل الأعمال المصري البريطاني عاصم علام فقد استحوذ على فريق هال سيتي عام 2010 بعد اتفاقه مع المالك السابق على شراء حصته، ليساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز الإنجليزي، وقد لعب له عدة لاعبين مصريين مثل أحمد فتحي وناجي جده وأحمد المحمدي. إلا أن الأمور قد ساءت بينه وبين جماهير النادي بعد رغبته في تغيير اسم النادي من هال سيتي إلى تايجرز، مما تسبب في عرضه للبيع. أما المهندس ماجد سامي فهو أشهر المستثمرين في المجال الرياضي، مالك ومؤسس نادي وادي دجلة في مصر، كما امتلك من قبل نادي ليرس البلجيكي الذي كان يوجد في الدوري الممتاز البلجيكي، ولعب له أحمد سيد زيزو ودودو الجباس ومحمد عبد الواحد، كما لعب له حسام غالي لاعب الأهلي السابق، قبل أن يقرر بيعهم ويعود لتجربة جديدة في اليونان بنادي إرجوتليس الذي يشغل نجله نديم سامي منصب رئيس النادي والمدير التنفيذي، والذي تعاقد مؤخرا مع عبد الله دوشما لاعب نادي وادي دجلة. ويأتي الشهير محمد الفايد الملياردير المصري المعروف بعد أن قام بشراء نادي فولهام الإنجليزي بمبلغ 6.5 مليون استرليني قبل بيعه للباكستاني شهيد خان في 2013. ويعتبر نادي فولهام النادي الوحيد الذي لم يلعب فيه أحد من اللاعبين المصريين رغم أن مالكه مصري. ويعتبر قطب السياحة شهير كامل أبو علي أول مصري يمتلك نادي في أوروبا، وذلك بعد امتلاكه حصة في نادي نيوشاتل السويسري في تسعينات القرن الماضي، ويعرفه المصريون بعد احتراف عدد من لاعبي جيل 90 فيه، من أبرزهم حسام حسن وإبراهيم حسن وهاني رمزي وطارق سليمان. أما رئيس نادي المصري البورسعيدي الراحل السيد متولي فقد اشترى نادي تيرانا الألباني وحقق معه لقب الدوري في ألبانيا في تسعينات القرن الماضي. يعتبر المصري الوحيد الذي امتلك نادي وحقق معه بطولة كبيرة في أوروبا. أما الأخ الأصغر للمهندس ناصف سويرس المهندس سميح سويرس الذي يمتلك شركة أوراسكوم للإدارة الفندقية وصاحب نادي الجونة في مصر، فيمتلك حصة لا بأس بها بنادي لوزيرن السويسري والذي ينشط في الدوري السويسري الممتاز. ودي كانت قائمة من 7 رجال أعمال مصريين امتلكوا أندية في أوروبا. اشترك معنا في القناة وقول لنا رأيك، استفادت الكرة المصرية من امتلاك مصريين لأندية في أوروبا؟ مستني رأيكم في التعليقات.